موضوع المغيبين يعني أكو من منطقتك مغيبين سيادة الرئيس؟ نعم. تمام لو لا؟ وأنت كثيرا ما وعدت جمهورك لحل هذا الملف وغلغة تماما. لا. حل بتعويض ذويهم. طيب شنو صار بهذا الملف؟ لا حل إلا بس بتعويض ذويهم. طيب أكو عمل على موضوع تعويض ذويهم لو شنو؟ يمكن لو نغير اسمهم ونصارح الناس بحقيقتهم. المغيبين المختفين قسريا نقول؟ ممكن نسميهم المغدورين. المغدورين ايه. طيب. أو الاسم الصحيح عليهم هم المغدورين، المغدورين فارقوا الحياة. طيب موضوع إنهاء أما ما يتعلق بذويهم يجب على الدولة وعلينا جميعا سلطة تشريعية وتنفيذية طيب بإنصاف ذويهم، وهذا جزء من الاتفاق السياسي أنه يتم شمولهم بقانون ضحايا الإرهاب مؤسسة الشهداء وتعويض عوائلهم. أما الاستمرار بتضليل هذه العوائل، المغيبين بها سنة راحوا ب14 و15 نهاية 2013 و14 والآن القوة السياسية السنية التي تدعي دفاعها عن هذا الملف هم اللي كانوا ماسكين السلطة بذيك الفترة. نعم. غيبوا وتم تغيبهم واغتيالهم خلال ذيك الفترة. طيب بالتالي لا يزايدون بهذه الملفات، وهم الأعرف على من هي الجهات، لأن هم كانوا متبنين التحقيق من هي الجهات. طيب. التي لكن هذا ما يعفيك من المسؤولية أنك تتابع الملف. بالتأكيد ما يعفيني من المسؤولية. تمام. بس أنا أقدر أكون أكثر جراءة مع الناس. هسه خسروا ذويهم وخسروا أبنائهم، ويستخدم هذا الملف للقدح السياسي. أول شيء علينا أن نطيب خاطرهم ونوفر لهم حياة كريمة. أما أن بدون بالأمل بدون أن نرقص على جراحهم لأغراض سياسية. إيه. وأما أن نخليهم بالأمل على أنهم مفقودين أو بجهة فلانية وراح يرجعون، ممكن الناس يقولوا لهم معتقلين، هذا الأمر مجافي للحقيقة تماما. تمام. بدل أن ينتظرنا الأمهات عند الأبواب. نعم. تمام. مو صحيح.